السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا يا اجمل بنات واحلى اخوات في الدنيا كلها. النهاردة باذن الله جايبه لكم يا بنات وصفة حلوة قوي، ووصفة يعني نتائجها رهيبة جدا للشعر ان شاء الله. الوصفة دي مكوناتها سهلة وبسيطة وموجودة عندنا في كل بيت، مش هتكلفك حاجة خالص، بس يعني نتائجها احلى نتائج للشعر ان شاء الله هتشوفيها من خلال الوصفة دي وعن تجربتي الشخصية ليا والبنتي ان شاء الله. يا بنات جميع مشاكل الشعر من تلف وتقصف وفراغات، شعرك قصير ونفسك ان هو يطول ويتقل، ان شاء الله معانا الحل النهاردة في الفيديو. يا ريت تتابعي معايا الفيديو لحد الاخر عشان تعرفي الوصفة البسيطة السهلة اللي انا هعملها لك. وما تنسوش بقى حبايب قلبي قبل ما نبتدي الفيديو بتاع النهاردة تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس، وان شاء الله تعملوا لي كده لايك حلو للفيديو. يلا بينا تعالوا نشوف ايه هي مكونات وصفتنا النهاردة. زي ما احنا عارفين يا حبايب قلبي ان الشعر هو تاج المرأة، وهو اهم حاجة في البنت او الست بتبرز جمالها، ولازم كلنا طبعا نبقى مهتمين بالشعر والعناية بيه. بس طبعا احنا عارفين ان في عوامل كتير يا بنات بتأدي لتلف الشعر، زي الجفاف، التلوث البيئي، التوتر، القلق، اللي هي عدم الشرب المياه بكميات كافية. كل الحاجات دي بتأدي لتلف الشعر. وفي كمان المنتجات اللي هي بتبقى غير طبيعية، بيبقى داخلها مواد كيميائية كتير، دي بتتسبب لآثار جانبية رهيبة للشعر. زي طبعا البلسم والشامبو اللي احنا بنستعمله بيبقى فيه كميات عالية وكبيرة جدا من المواد الكيميائية، بتأدي بعد كده على المدى لتلف الشعراية وإجهادها بصورة رهيبة جدا. فطبعا احنا كلنا يعني بندور على مكون طبيعي وحاجات آمنة وطبيعية تحل المشكلة دي بدون أي خسائر، وتكون نتيجتها مضمونة وفعالة ان شاء الله. النهاردة هقدم لكم الحل السحري والبسيط لتلف الشعر واجهاده وتقصفه. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي مكونين سهلين جدا، وعندنا في كل بيت زيت الزيتون والثوم. احنا عارفين ان زيت الزيتون يا بنات والثوم يعني ليهم فوائد صحية رهيبة للشعر، بيخلوا الشعر يا بنات يبقى طويل جدا وقوي وصحي. لان احنا اول حاجة عارفين ان الثوم ده يعني بصوا حاجة رهيبة جدا للشعر، فيه نسبة عالية جدا من الفيتامينات، وفيه يا بنات فيتامين بيحتوي على فيتامين بي 6، وفي فيتامين سي، وفي معادن مفيدة جدا زي المنجنيز والسيلينيوم، وكمان في بيحتوي على مادة عالية على مادة الكبريت، في نسبة كبيرة من مادة الكبريت. ودوت يا بنات كل الحاجات دي بتخلي ان الشعراية تبقى قوية وصحية، وبيحفز كمان من نمو الشعر. يعني الثوم ده صيدلية كاملة متكاملة للشعر، حاجة كده تحفة يعني والله. الثوم ده كمان يا بنات بيعالج اللي هو مرض الثعلبة، اللي هي بيبقى الشعر اصلع خالص. بصوا الثوم دوت بيحفز نمو الشعراية بصورة رهيبة جدا. يعني في بنات بشوفها بتجيب كده الثوم، يعني الثوم الطبيعي خام وهو خام كده، وبيفضلوا كده يتقطع كده بالسكينة، بصوا، وياخدوا القلب بتاعه ده يفضلوا على اللي هي المنطقة اللي ما فيهاش شعر، يفضلوا يفركوا فيها الثوم ده. مش قادرة اقول لكم فعلا بجد وعن تجربة بيحفز نمو الشعر وبيخلي فيه شعر جديد بينمو وبيطلع بصورة يعني سريعة جدا. الثوم ده يعني حاجة يعني فعلا تحفة للشعر جدا ومفيدة وجميلة جدا. وكمان لقوا ان الثوم ده يا بنات بيساعد على قتل البكتيريا وبيحارب الجراثيم، علشان هو بيحتوي على مضاد حيوي طبيعي للميكروبات والفطريات، فعلشان كده هو بيحافظ على صحة الشعر وبيقويه. يعني تخيلوا ان الثوم ده مضاد حيوي جامد جدا وطبيعي. ووصفتنا النهاردة هنستخدم مع الثوم ده زيت الزيتون. انا دلوقتي جايبة يعني في حدود 10 فصوص من الثوم، هاخدهم كده يا بنات وهبتدي ان انا اقطع الثومية كده بحيث يبقى قلبها كده ظاهر كده. انا هوريكم بس انا عملت ايه. انا عاملة معايا حاجة ومجهزاها، عاملة معايا زيت زيتون حاطة فيه ثوم، يعني بصوا متعتق بقى بقاله 3 شهور 4 شهور، بصوا وانا بستعمله حاجة كده يعني تحفة فعلا، يعني عن تجربة تقل شعر جدا وبيطول، وشعر بنتي ما شاء الله تقيل جدا من الوصفة السهلة البسيطة دي. فعلا كان عندها فراغات كده وشعر خفيف من اول الشعر كده من عند منابت الشعر،
بعد ما استخدمت لها الثوم وزيت الزيتون فعلا يا بنات طلع لها شعر جديد، وشعرها تقل عن الاول يعني بصورة حلوة قوي. اهو ابدأ ان انا ايه اخلي القلب كده بتاع الثوم باين، وهبتدي ان انا كل الفصوص اللي انا مقدار العشر فصوص دول هحطهم في ازازة زيت زيتون زي دي. طبعا انا الازازة اللي عندي يعني قربت تخلص، انت هتجيبي ازازة زي دي وتبتدي ان انت هتفضي كل فصوص الثوم دول، العشر فصوص اللي انت قطعتيهم دول هتفضيهم هنا. بصوا انا هجيب لكم حاجة انا كنت عاملاها اهي، يعني دي اللي انا بقى بستعملها افتحها لكم اهي. وتبتدي ان انت بعد ما تحطي بقى الثوم يتعتق هتسيبيه فترة بقى بتاع شهر قبل ما تستخدميه، شهر متعتق كده في مكان يكون ما بيوصلوش اي اضاءة ولا اي حرارة. اهو حتى انا مغطياه، بصوا الازازة دي فيها زيت زيتون وثوم، بصوا متعتق يعني بقاله فترة. انا بقى بستعمله وقت ما احب ان انا استعمله بجيبه، بعمل حمام زيت بدفيه، باخد الزيت الخلاصة بتاعت الزيت دي، هو ده كده يعتبر يعني زيت توم بقى خلاص. زيت الزيتون ده بيتحول معاكي كده لزيت توم بقى، فيه كل الفوائد الخلاصة كلها بتاعت التوم نزلت كلها في زيت الزيتون بس. ووقت ما انا بحب اعمل حمام زيت مرتين في الاسبوع بتجيبيه وتبتدي ان انت بتدفيه على حمام مائي كده، وتبتدي ان انت بقى تدلكي فروة شعرك وكل يعني بص شعرك، تتأكدي ان الفروة تمام يعني بص وصل لها الزيت ده، وتدليك بقى كده ومساج للشعر بحيث تتأكدي ان كل الفوائد كلها وصلت لفروة الراس. اهو ده اللي انا بستعمله اهو قدامكم، وانا ايه لفاه تلفيه بقى باي حاجه، يعني انا لو لفاه في ورق فويل كده بحيث ايه، وحطاه في مكان يعني ضرفه كده مقفوله بحيث ما يوصلوش اي ضوء او اي حراره. اهو وطبعا انتوا عارفين يا بنات فوائد زيت الزيتون يعني حلوه جدا، اللي هم للبنات اللي بيعانوا من شعر خفيف بيتقل الشعر، وكمان البنات اللي هي نفسها شعرها يبقى ناعم زيت الزيتون من احسن الحاجات اللي بتنعم الشعر يا بنات. وتقدري ان انت تستخدميه يعني بصي مرتين في الاسبوع، بيحسن من نمو الشعر جدا وبيزود كثافته جدا وبيقوي الجذور يا بنات بشكل طبيعي وامن قوي. طبعا يعني زيت الزيتون حاجة تحفة وروعة جدا للشعر، وكمان فيه كل العناصر الغذائية اللي الشعر محتاجها، وبيعزز من نمو البصيلة بتاعت الشعر وبيقلل التساقط. البنات اللي هي بتشتكي من تساقط الشعر، التوم مع زيت الزيتون يا بنات يعني فعلا مش بصي ولا شعرية هتقع منك بعد النهاردة، يعني بيقلل المشكلة مشكلة التساقط دي يعني بصورة حلوة قوي يا بنات. وان شاء الله تقدري ان انت تستخدميه مرتين في الاسبوع، مع اهم حاجة زي ما انا قلتلك هتدلكي فروة الراس كويس جدا. وطبعا هتسيبيه من ساعتين لاربع ساعات، تغطي شعرك كويس جدا باي بونيه بلاستيك عندك، وتسيبيه، وبعد كده تغسلي شعرك بالشامبو اللي هو ايه المناسب ليكي، الشامبو اللي انت متعودة تستخدميه. ولو انت خايفة من ريحة الثوم او حاسة ان هي ممكن تبقى ليها ريحة نفاذة في الشعر، تجيبي اي زيت عطري، يعني زيت عطري خالي من اي كحول بقى، زيت اللافندر عندك، زيت جوز الهند، الزيوت دي كلها، زيت الورد، اي زيت عطري يا بنات هتجيبي كده مسحة منه على ايدك كده وتعملي بيها على شعرك بعد ما تغسلي شعرك وتتأكدي ان هو نضفتيه تماما من اثار الزيت والثوم، هتعملي مسحة كده خفيفة على الشعر، بصي ريحة الثوم هتروح خالص. بس فيعني ان شاء الله الوصفة دي يا بنات لو واظبتوا عليها من مرة الى مرتين في الاسبوع فعلا شعركم هيتقل وهيطول بصورة رهيبة جدا، ومشكلة الفراغات والشعر الخفيف هتتحل. دول احسن مكونين للمشكلة دي يا بنات فعلا، يعني جربت حاجات كتير ولا حاجة نفعت، بس فعلا التوم ده حاجة كده سحرية. واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي فعلا هتعجبكم جدا، يعني هتنال اعجابكم لان هي فعلا فيها الخلاصة، يعني هتشوفوا بقى شعركم هيتبصوا هيتبدل 360 درجة من طول لنعومة الكثافة لعدم تساقط، ما شاء الله يعني وصفة جميلة جدا جدا. وهو ده يا بنات بقى كان فيديو النهاردة،
ان شاء الله كده. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، واي حاجة اي استفسار عايزين تستفسروا فيه عن الوصفة تكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا هرد عليكم فورا. وما تنسوش بقى حبايب قلبي تشتركوا معايا في القناة وتعملوا لي كده لايكات كتير للفيديو الحلو ده، وتشيروا الفيديو لكل اصحابكم وحبايبكم عشان يستفيدوا بيه. واستنوني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد من قناتي، قناة كوني الاجمل معلولو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لي لايك وتنزلوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.